تنضم إلينا من الجزائر الزميلة ابتسام شواش مراسلة القاهرة الإخبارية. ابتسام بعد التحية، ما هي محددات هذه المبادرة الجزائرية التي تقول الجزائر أن النيجر وافقت عليها؟ مساء الخير زميلي همام، مساء الخير مشاهدينا الكرام. إذا تلقت الجزائر اليوم عبر وزارة خارجيتها بيانا أو تلقت مراسلة من نظيرتها النيجيرية في النيجر، طبعا تفيد بقبول الحل السياسي الذي اقترحته الجزائر لحل الأزمة الدائرة هناك في النيجر. وفي سبيل ذلك سيتنقل وزير الخارجية الجزائري السيد أحمد عطاف في أقرب فرصة ممكنة إلى نيامي لبحث سبل حل هذه الأزمة مع جميع الأطراف المتنازعة هناك. طبعا الجزائر كانت أقرت في شهر أغسطس الماضي أو شهر أوت 7 أو 6 محاور أقول لحل الأزمة في النيجر، تتمحور كلها للعودة للعمل بالمسار الدستوري في البلاد في غضون 6 أشهر، وكذا ترسيم أو بقيادة شخصية طبعا مدنية توافقية تتوافق عليها جميع الجهات المتخاصمة إن صح القول في النيجر، وكذا الدعوة لمؤتمر دولي للتنمية في دول الساحل الأفريقية. طبعا الجزائر لها باع طويل في حل الأزمات الدولية خاصة في النيجر، بما أنه هذا هو الانقلاب الخامس الذي تشهده النيجر في هذه السنة. وكما ذكرت في غضون أيام قليلة سيتنقل وزير الخارجية لبحث سبل وإجراءات حل هذه الأزمة هناك. شكرا جزيلا الزميلة ابتسام شواش مراسلة القاهرة الإخبارية من الجزائر العاصمة، شكرا لك.